نسينا اللي صار في صفاقس وان شاء الله مربوح. مربوحه بحول الله. ثلاثه بلا زاد ماتش كوره 93 دقيقه واللي يربح صح عليه. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. اللي يربح 3 بوان في سوسه اليوم ان شاء الله. ساكر موجودين كثره واحنا في انتظار جميع جماهير الصفاقسيه اللي يجيو باش يتابعوا المقابله النجم الساحلي نادي الصفاقسي. مرحبا بالجميع. قداش تستاهل؟ احنا عملنا 200 تذكره. فما حد حتى لتوا جاي من جمهور ساسي؟ حد ما جا حد. في الكلاسيكو 124 بين النجم الساحلي ونادي الصفاقسي، المواجهه تاتي في وقت مناسب جدا لنجم المكان اللي مر بفتره ايجابيه، 4 مقابلات دون هزيمه، تعادل وثلاث انتصارات، على نقيض منافسه سي اس اس اللي ما عرفش الانتصار في ال4 مقابلات الاخيره، هزيمه وثلاث تعادلات، ليصبح هذا الكلاسيكو كلاسيكو التاكيد، كلاسيكو الحقيقه، حقيقه تاكيد النجم لما سبق ذكره او انتفاضه سي اس اس على النتائج السلبيه. النجم اللي ما عندوش خيار غير الانتصار للبقاء منافس جدي على المرتبة الأولى يستعيد حمزة الأحمر أحد أبرز ركائز الفريق أكثرها التأثير. النادي الصفاقسي ورغم أنه نظريا أو على الورق يلعب من غير ضغوطات ظهر على الميدان على نقيض المنتظر. هجوميا هاني عمامه في موقع مناسب براسي سدد محاذي للمرمى يضيع إمكانية افتتاح النتيجة. دفاعيا اضطراب من ياسين مرياح بعد توزيع من غازي عبد الرزاق يتسبب في ضربة جزاء مجانية. احتج عليها ابناء سي اس اس، اصر الحكم محرز المالكي على شرعيتها. في التنفيذ حمزه الاحمر البقيه كره على يمين رامي جريدي وهدف اول للنجم بعد 14 دقيقه لعب. هدف هو الثامن لحمزه الاحمر. هدف اشعل المدارج. رفع ايضا في نسق المقابله. الحوارات المباشره تتعدد بين وجدي كشريده وحمزه المثلوثي. غازي عبد الرزاق، كريم العواضي. عمر جمل، كينغسلي سكري. قلت أن الاضطراب كان واضح على لاعبي سي اس اس، وليون داي في هجوم وعكس وجه لوجه مع أيمن المثلوثي بكيفية غريبة يضيع على فريقه إمكانية التعادل. أكثر من هذا، حمزة المثلوثي في آخر دقيقة من الشوط الأول يتحصل على ضربة جزاء. كريم العواضي دون تركيز ينفذ، يسدد الكرة دون عنوان. يضيع على فريقه العودة إلى حجرات الملابس المتعادلة. 45 دقيقة أولى تنتهي بتقدم النجم بهدف دون مقابل. بعد البونت كنا نورمالمون نزيدو نقدموا أكثر، نزيدو نتحكموا في الماتش أكثر، ما تبقينا قعدنا نجريو في الماتش في البونت نتاعنا إن شاء الله. معناها أوروزمون البينالتي جات في الدقائق الأخرى وضاعت، إن شاء الله معناها دوزيام ميتون نكونوا أكثر أجريسيف على الكرة. في الشوط الثاني حسام الواتي ياخذ مكان أسامة العمدوني، تغيير لم يغير النتيجة، بما أن إصرار النجم على الانتصار كان أكبر. ولولا رامي جريدي لتمكن النجم من إضافة أهداف أخرى. جريدي يتألق في إرجاع كرة ثابتة نفذها المختص حمزة الأحمر. في الدقيقة 55 الحكم محرز المالكي يصفر ضربة جزاء الثالثة في اللقاء والثانية للنجم. رامي جريدي من جديد متألق بامتياز كبير يمنع الهدف الثاني. يتصدى الكورت البرازيلي دياغو أكوستا. الحوار يتواصل بين أكوستا رامي جريدي مرة أخرى الكلمة لحارس مرمى النادي الصفاقسي يفسخ هدف واضح. النجم ما ترجعش للدفاع بحث على هدف الكو. إيهاب المساكني العامر بوعزة التسديد قوية فوق مرمى رامي جريدي. بنفس الطريقة تقريبا الكالي بانجورا يصوب فوق المرمى. النادي الصفاقسي شبه تايه ما لقاش الحل. حسام الحباسي ياخذ مكان الواتي اللي يعوض أسامة العمدوني. الحلول وفات على المرن كلاوزن وبعد ما كان متعادل فيما مضى مع إيبير فيلود بانتصار لكل ممرن. ممرن النجم يحسم مواجهته مع نصر كلاوزن بالانتصار على مستوى الأداء والنتيجة في كلاسيكو ضربات الجزاء والأول اللي تتصفر فيه 3 ضربات جزاء. كلاسيكو أنسانا نهاية كلاسيكو الذهاب. بعد ما حضرت الكرة اللعب الروح الرياضية وهذا الأهم. فرحان اللي اليوم ظهرنا اللي تنظيميا وأمنيا مباراة عدات في أحسن ظروف. الجماهير مشكوره وهكي الجماهير صحيحه نتاع النجم الرياضي الساحلي وعطل معنا اطروها وعطل تسمع وفهمت انه لوبجيكتيف نتاعنا هو الثروا بوان نتاع الفيكتوار مش لوبجيكتيف نتاعنا نستقبلوا ولا ما نستقبلوش نسبوا ولا ما نسبلوش في الاخر اللي مش يقعد هي نتيجه نتاع الميدان. كره الاولى نتاع العمدوني بالراس كان نجم يسجلها من بعد كره ندوي زاده كيف كيف ضربه جزاء الاولى كادو ليلهم
كادو لي لهم معناتها سجلوا بها هدف. بالنسبه لي ماهوش منعرج خاطر عندنا الوقت باش نرجعوا باش نلعبوا باش نعدوا باش نربحوا. عملنا دوزيام ايتون كاتاستروفيك في كل شيء معناتها في ليتا ديسبري في البلوك بعد على بعضهم. ثلاث نقاط اليوم مهمين برشا كما قلت يخليونا متسابقين جديا على البطوله. ما زالت مقابله كبيره نهار الاربعاء ان شاء الله نوصلوا معناها في راس نبداو معنا اكزيكو لا ان بوان كيف ان شاء الله المقابله الاخرى معنا تحسم كل شيء نشوفوا برشا كوره ان شاء الله. انا في تقديري البطوله سيتقرر مسيرها في الجوله الاخيره في رادس بالذات بالنسبه لينا نقولها لك من توا خاطر نعرف شعنا في الافكتيف ونعرف لاعبينا دونك اللي يقول راه تتحسم غدوه وبعد غدوه ونهار الاربعاء ونهار الاحد انا با كومبري. البطوله ستحسم في رادس في ملعب الاولمبي برادس وان شاء الله ربي يوفقنا ونكونوا اصحاب الرياضه مع كامل احترامنا لكل المنافسين. ما نراوش اللي ماشيه اللي هي تحسم في استاد رادس. ما نعرفش احنا عندنا ريزيرف نتاعنا خنشوفوا وين باش يوصل ساعة نجم نشوفوا لازم هكا لازم نزربوا فيه باش نعرفوا خاطر هكا نحن ناقصين ماتش نسميو براتيكمون ناقصين تروبو. معناتها في رايك تنجم تتحسم قبل 18 ماي في رادس؟ ما نقولش نجموا نعملوا نحن فوبا على قدر الله هما ينجموا يعملوا فوبا في بلاصه اخرى، مي باش تبدا الامور الناس كل كيف يلزم